فآيات الكتاب تبين أن الصحابة رضي الله عنهم في مكانة عظيمة عند الله، وعد لهم الجنات، وتبين أنهم هم الذين سينقلون الدين للعالم ويبلغون الدين للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. من الذي بلغ الدين ما بلغ الليل والنهار غير الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يجوز أن نقول الذين بعد الصحابة بلغوا الدين، لأن بعد الصحابة لا يوجد دين، إذا على قول الشيعة وعلى قول بعض الشيعة أنهم ارتدوا كفار، كيف من جاء بعدهم هو الذي بلغ الدين؟ ما هو الدين ما جاء أصلا، لأن المرتد لا ينقل دينا صحيحا، ولا يجوز أن أخذ عنه الدين. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، أدوا عني يرحمكم الله. النبي علمه الله الغيب، لو كان الصحابة سيرتدون لقال النبي صلى الله عليه وسلم: سترتد الصحابة. وربنا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ الكتاب؟ كيف حفظت السنة؟ الصحابة خير القرون، هم الذين جمعوا القرآن، هم الذين حفظوه، هم الذين نقلوه، وهذا عليه الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أجمع أهل الحق على أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، ثبتوا على دينهم وبلغوا الدين للناس. فمن الكتاب، من السنة، الإجماع، هذا كله على أن الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على دينهم، بلغوا دينهم، وهم عدول رضي الله عنهم.